طيب انا برحب بحضراتكم وباكد قبل ما نبدا الفقره انها فقره مختلفه بجد، يعني هتعرفوا ليه لما نبداها باذن الله. بس احنا هنتكلم فيها عن لعبه القوه البدنيه والقوانين بتاعتها، ودي لعبه مصر متميزه فيها جدا للي حضراتكم ما يعرفش. كمان بنستعد لتنظيم بطوله العالم للقوه البدنيه ان شاء الله السنه القادمه، وهتكون تحديدا في شرم الشيخ. هنتكلم في كل التفاصيل دي عن اللعبه وغيره، بس مع ضيوفنا خلينا نرحب بيهم في البدايه. كابتن محمد سعيد مدرب القوه البدنيه في نادي السيد، هو ايضا بطل سابق في اللعبة، صباح الهنا. وأيضا كابتن أماني ربيع بطلة مصرية في رياضة القوة البدنية، وهي بطلة مختلفة وهنعرف بقى ليه هي مختلفة كل الكلام ده طبعا. وحضرتك لسه بتلعبي لحد دلوقتي، ومش بس بتلعب على مستوى الهواة، لا هي بتلعب على مستوى المحترفين ولسه في حصد البطولات. وطبعا الميدالية دي بتاعتها، أنا بحب ألبس ميداليات الضيوف دايما. صباح الهنا، منورنا بجد، وده تاني لقاء لينا طبعا. أنا فاكرة كابتن طبعا، بس ببقى سعيدة جدا، وتحديدا أنا هبدأ بقى مع كابتن أماني لو تسمح لنا. ببقى سعيدة بحاجة، أولا إنه يكون في شخص عنده الإصرار رغم كل الظروف. بقى تقولي بقى أنا اتجوزت، تقولي أنا خلفت، تقولي أنا جدة، تقولي أنا كبرت، مفيش الكلام ده. طول ما في إصرار، طول ما في حد عايز حاجة، وبتبقى في الآخر متعة بالنسبة له. يعني أنا قبل الهوا حضرتك بتقولي لي إنك كل يوم بتروحي الجيم، كل يوم بتتمرني، وابتديتي الرياضة تحديدا فوق 50. فلا ممكن يعني ممكن نفهم كده ونسمع البدايه كانت ازاي اصلا، وايه القصه دي؟ انا ابتديت وانا عندي سن 54، كنت في الجيم في نادي الصيد، والكابتن جه وعملوا فريق وداد، والبنات ابتدت تقول ان هي عايزه تتمرن مع الكابتن، قال لك نعمل فريق. عمل فريق، وطبعا خد اذن من الاتحاد باللواء محمود بركات، ووافقوا علينا، وابتدى بقى في كل المحافظات في كل النوادي بيلعبوا باور ليفتنج. اتمرنت بقى زي انت شايفه كده. بيقول لك دايما اتس نيفر تو ليت، يعني 50 بقى 60 70 مش فارقه، طالما في حاجه ممكن الواحد يعملها ويبقى مبسوط وينجح فيها، ليه لا؟ طب ممكن نعرف اكتر كابتن محمد، يعني القوه البدنيه وقصه ان ملهاش سن كمان دلوقتي؟ ممكن حد يسمعنا مثلا، الناس اللي هم فوق ال 50 يقول لك ايه ده، هو انا ممكن ابدا حاجه دلوقتي؟ هو فعلا ممكن حد يبدا حاجه دلوقتي؟ فعلا رياضتنا رياضه لكل الاعمار السنيه، لكل الفئات، في اي وقت ممكن نبتدي، الوقت ما تاخرش. عايز اقول رياضتنا رياضه انتي ايجينج، رياضه مضاده للشيخوخه، يعني احنا مجرد ما بنتمرن احنا بنحافظ على قدرتنا العضليه، بننمي قدراتنا البدنيه والنفسيه، وفي نفس الوقت ده بيعود علينا في الشكل العام. صحيح، يعني زي ما حضرتك شايفه مدام اماني، يعني ما شاء الله، يعني عظيم حضرتك، يا 22 سنه ما شاء الله، واو، يعني وعامله انجاز كبير طبعا الحمد لله بفضل الله. يعني كانت الفكره فكرتنا الحمد لله، وقلناها عرضناها على الاتحاد لسياده اللواء محمود بركات، ورحب بيها جدا. ودلوقتي الجانب النسائي يمكن فيه اهتمام كبير بيه في مصر في رياضه القوى البدنيه، بقى عندنا بطولات كتيره الحمد لله، بقى ليهم مقاعد بصفه دايمه في بطولات العالم، بنسافر بصفه دايمه، يعني في حرص دايم من الاتحاد المصري للقوه ان احنا نسافر بصفه دايمه على طول بطولات العالم. مدام اماني انا عايز اقول ان هي اول لاعبه مصريه تسافر في بطوله مستر اولمبيا، ده ايفنت كبير اللي هو الايفنت اللي بيشارك فيه بيج رامي، بس في قوه بدنيه كمان، في ايفنت بالجانب كمال الاجسام بنفس المستوى الكبير ده، بيبقى انفيتيشنال، بيبقى يعني بيضم احسن لاعبين على مستوى العالم. هي اول لعيبه مصريه افريقيه عربيه تسافر البطوله ديت، والحمد لله حققت المركز الاول في 2019. معلش، هو الكومبيتيتورز بيبقوا اعمار متقاربه ولا اي منافس؟ اي منافس. اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه للديفيجنز بتاعتنا طبعا في اعمار، في الاول بيبقى في تين ايج من 13 ل 15، بعد كده من 16 ل 17 تين ايج 2، بعد كده 18 19 تين ايج 3، بعد كده الجونيور من تحت 23 سنه، من 19 ل 23، بعد كده الاوبن المرحله العمومي اقوى ناس تبقى من 23 لغايه 40، في ماستر 1 40 44 وهكذا. انا ماستر 5. ماستر 5 ماستر 5 بس مدام اماني يعني بتعمل حاجه اعجاز شويه، ان هي بتنزل تلعب مع السن الاصغر اللي هو الاوبن المرحله التنافسيه اللي هي الصعبه، اللي هو من كام لغايه 40؟ من 23 ل 40. طب ده كلام. فبتنافسهم وبتكسبهم، مش على المستوى المصري بس، على المستوى العالمي. واو بجد، يعني لا الموضوع مش بسيط على فكره. انا مبهوره والله، دي مش مجامله بجد، يعني ات از ا سكسس ستوري، يعني الموضوع مش بسيط ان حد يكون. بس انا عايز اعرف عن حضرتك، يعني خلينا نعرف عن كابتن اماني اكتر، يعني كنت رياضيه من حضرتك صغيره في العيله، الموضوع ده جينز معينه، يعني ما هو لازم يبقى فيه باك جراوند. احنا طبعا الرياضه ده انا بالنسبه لي طبعا دي حاجه اساسيه، يعني ده من زمان بقى. من زمان دخلت سباحه تنس، يعني لعبت كل اللعبات تقريبا، يعني
وبعدين لعبت بقى في السن ده، لعبت الباور ليفتنج. بس ما اخدتيش بطولات قبل كده؟ طبعا أخدت. قبل ما نلعب القوه البدنيه اخدت. اخدتي اوريدي يعني بطله من قبل حتى ما تبتدي بس معاها. بس ده ستايل وده ستايل خالص يعني، ده حاجه وده حاجه، حتى لو لعبتي في حاجه ده حاجه تانية خالص. ملهاش علاقه. طب احنا معانا صور واحنا بنتكلم، خلينا نعرض صور عشان الناس تفهم اكتر، وبرده كابتن محمد يشرح لنا اكتر القوه البدنيه بتعتمد على ايه تحديدا، وليه بيتقال عليها انتي ايجنج يعني، وليه ملهاش سن؟ هقول لحضرتك حاجه، القوه البدنيه احنا بننافس في ثلاث رفعات ماكسيموم باور، قوه قصوى يعني. احنا عندنا في مصر اللعيبه بتاعتنا يعتبر اقوى ناس في مصر، بالعكس كمان اقوى ناس في العالم. المنتخب المصري من ضمن المنتخبات القويه جدا على مستوى العالم، بيحقق ارقام كبيره على المستوى العالمي. سوري يا كابتن، هنا خلينا نبص فعلا عشان نفهم اكتر. دي رفعه البنش بريس، ده اللاعب عمر المهتدي، ده ناشئ تحت 19 سنه. دي رفعه من ضمن الرفعات اللي احنا بنتنافس فيها، احنا بنتنافس في سكوات كرفصاء، البنش بريس، رفعه البنش بريس، ورفعه الديد ليفت، ان انا بشيل اكبر وزن من الارض، ثلاث رفعات. وكابتن اماني بتتنافس في الثلاثه؟ ما دام اماني كابتن اماني دي 180 كيلو في بطوله كاس العالم السنه اللي فاتت في الغردقه الحمد لله، وحازت على المركز الاول كبار. واو بجد. في الماستر وفي الاوبن. لا انا مبسوطه والله على المستوى الشخصي بجد. اولا انا بحب اي نجاح للمراه بيسعدني، وفي نفس الوقت نموذج مش موجود كتير يعني.